السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضراتنا لهذا اليوم ممكن نعنونها البروبلم فيسينج ريسيرشر او anything when making الجريد ان لاي اوت اوف ماب ان جي اي اس. شنو هي المشكلة او المشاكل اللي تواجه الباحث، المستخدم، اليوزرز، anything تواجهه لما يسووا اخراج لاي خريطة بالجي اي اس انتبهوا بالجريد. انا لحد الان مو جي اي اس بي هواي بالاخراج. اول شيء الماب لاي اوت يتضمن الليجنز، يتضمن الخريطة الاصلية، ممكن الانسيرت ماب اللي استقطعت من هاي الخريطة، يتضمن النورت ارو، يتضمن السكيل بار اللي هو مثل ما نقول مقياس الرسم، وايضا احد يعني هاي هواي يتضمن، لكن احنا شرحنا هذا اليوم اللي هو يخص الجريد، الشبكة الخارجية اللي هي تبين لنا الاتجاهات او القيم المقدارية للخريطة. اول شيء باغلب الاحيان احنا نروح طبيعيا نروح نرسمها، نضغط هنا بروبرتيز، بعد ما نضغط بروبرتيز نروح على خيار اخر خيار اللي هو جريد، نضغط على جريد نسوي جريد نيو جريد وهاي وكذا، يعني نروح من هنا على نيو جريد نختار، المهم نقول له اوكي. في بعض الاحيان ما تظهر الجريد، نسويها ونكملها ونخلص وما تظهر، يعني لا تظهر لا هنا ولا هنا. هاي اول مشكله. اذا المشكله هاي شلون نعالجها؟ نعالجها انه نروح على مقياس الرسم، معناها ممكن مقياس الرسم ما يناسب الانترفل اللي احنا موجودين به، فشنو اذا ما ظهرت نهائيا اصلا؟ فتروح على بروبرتيز، على جريد الخيار الاخير هذا هناي، تروح بعدين على هاي البروبرتيز، تروح على خيار البروبرتيز منه على خيار انترفل هذا الخيار، تروح عليه انت تختار خيار انترفل، لاحظ هذا هنا انترفل، تروح منه تغير. تمام، شو تشوف انه ايش قد تنطي؟ لاحظ هنا يعني منها حاول تصير تثبيت بين هذا وبين ايش قد يقرا ديزمول ديجري مينيت، اتغير هنا. تمام عيني، فهاي اهم فقره تنتبه لها. فاذا ما ظهرت لك نهائيا اوكي عيني، هسه هنا أنا ماكو مشكله. نجي اذا ظهرت لكن ما تظهر على اللاي اوت الخارجي وانما تظهر على الشكل الداخلي، يعني المشكله وين؟ المشكلة شلون احلها؟ يعني احنا قلنا البروبلم فيسنج جريد وهاو تو سولف، المفروض هاو تو سولف البروبلم فيسنج جريد ان ماب لاي اوت. نروح على بروبرتيز، نروح على هذا الخيار مو جريد، هذا الخيار داتا فريم. اكو معناها ما دام ظهرت على الشكل الداخلي يعني هذا الخيار وكانه متفعل، فتروح تلغي التفعيل اللي هو كليب جريد اند كيرف كلات او كلاس، مجرد انه تلغي هذا الخيار يعني تلغي تفعيله، ترفع عن عنده علامه الترو، بعدين تقول له ابلاي، افتر ذات تقول له اوكي. تمام، قلت له اوكي. لاحظ هسه شالت من الترتيب الداخلي الى الخارجي، وقت ترتيبات خارجيه. اذا ظهرت الارقام او الخطوط الداخليه شلون اتخلص من عندها؟ اروح على بروبرتيز، اروح على نفس خيار جريد، اروح بعد ذلك على هاي البروبرتيز، بعدين على اللاينز، عندنا خيارات، اضغط على اخر خيار اللي هو دونت شو لاين اور تريك اور تكس. تمام، اقول له اوكي، بعدين اقول له ابلاي. لاحظ هسه انرفعت الخطوط الداخليه، وقت هسه ظهرت هنا، لكن انا اريد اعدل السايز واريد بكم مكان تظهر لي. لو انا هنا على حسب خريطتي اريدها تظهر لي باليمين وبالتوب، فاروح على بروبرتيز، اروح على ليبلز خيار ليبلز. تمام عيني، مجرد تاخذ وقت على الدخول يعني جاست تايم. ظهرت هسه شنو اسوي؟ اروح على هاي الخيارات اللي موجوده هنا، افعلها، اختار توب واختار رايت. تمام، توب ورايت، هاي اهم خيارين افعلها. تمام، لهنا انا ازيد الخط حتى احنا نشوفه. لاحظ هنا انا سأل لو مطيته مثلا 14 او 12 لا باس به، اعطي 14، اعطي بولد، لا
الاوفست مثلا ازيدها اسويها 8 تمام. اختار نوع الخط هنا مثلا كان يكون مثلا اختار التايم نيو رومان، يعني هاي فد شيء تنضيدي راجع لك. تايم نيو رومان هسه اقول له بعد ذلك ابلاي. اوكي ابلاي هنا اضغط عليه. ممكن هاي نلاحظ ظهر بخيارين اللي هو التوب والرايت، لكن عندنا مشكلة وهي سأقول له اوكي. لاحظ المشكلة، يعني هي مو مشكلة وانما اذا اردت انت شخصيا كانت تكون منطقة دراستك كبيرة، فما تحتاج انه انت يعني تظهر لك الاحداثيات ب ديزمال ديجري ومينت وسكند، لا تحتاجها فقط ديجري خاصة إذا منطقة دراسة عالية. إذا مو عندك فد منطقة صغيرة مثلا، إذا يعني هذا يرجع على حسب دراستك، نوع دراستك أنت شنو نلاحظ هنا هسه تظهر عندي بالسكند المينت الثانية، فهذا شلون أقدر أغير هاي الخيارات؟ أيضا أروح على بروبرتيز، أروح على الجريد، بعدين أروح على بروبرتيز، بعد ذلك أروح على خيار ليبلز. على خيار ليبلز هذا الخيار اضغط على الاديشنال بروبرتيز تمام. من تغير اديشنال بروبرتيز، بعد ما تضغط على خيار اديشنال بروبرتيز بالمناسبة احنا اخراج الخريطة يتضمن عدة محتويات، لكن احنا نتناول بهذه المحاضرة فقط الجريد ومو الجريد انشائها، لا احنا متعلمين طريقة انشائها، لكن المشاكل اللي تواجهنا لما ننشئها اغلب الباحثين او المستخدمين تواجههم هاي المشاكل. اول شيء نوع الليبل، شنو الليبل اللي تريد اظهر لك اياه؟ ستاندرد يعني اللي هو ديزمال ديجري منت سكند، لو تختاره فقط مثلا ديزمال ديجري، لو شنو اللي تريده؟ فهسه انا اقول له مثلا فقط اظهر لي ديزمال ديجري، هذا اللي احتاجه انا تمام. هاي هنا اظهارات الفونت الفراكشنال، المهم اقول له ابلاي. اوكي هسه هنا اقول ابلاي. اوكي هنا ارجع اقول له ابلاي. لاحظ هسه لاحظ هنا تغير، صار عندي فقط بالديجري هو هذا اللي احتاجه اني. تقريبا هاي اغلب المشاكل اللي تواجه الكرييتنج اوف جريد بالنسبه للماب لاي اوت لاخراج الخرائط، هاي يعني اكثر مشكله تواجه مثل ما نقول احنا الجميع، فنقدر احنا نتجنبها بهذا الموضوع. ان شاء الله تكون واضحه امامكم وسهله ايضا وما بيها كل مشاكل. اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا على الصفحه او بترك كومنت، ان شاء الله نتواصل وياكم. هسه مباشره هاي الخريطه النهائيه اقدر اسويها اخراج. اول شيء احفظ هاي المتغيرات اللي سويتها بيها، اقولها سيف، واقدر اسوي لها اخراج من هنا حسب انت شنو نوع الاخراج اللي تحتاجه. تقولها من هنا اكسبورت ماب، صدر لي هذه الخريطه، تختار اللي انت تحتاجه، تختارها كبي دي اف تقدر تصدرها، او اذا تريد ترفقها من بيبر او بحث او رساله او اني ثينج يعني كتاب وغيرها محاضره، مجرد تختار مكان التصدير وتختارها مثلا كصوره، فعندك انواع للصوره ممكن تكون بي دي اف ممكن تكون تيف، احنا نختارها ممكن جي بي جي صورة اعتيادية ترفق بأي مكان. أقول له سيف مثلا، هسه مباشرة بعد هذا الحفظ أنا سيفت هنا. أقدر هسه أروح أنا تلقائيا هنا، أنا أضغط على الصورة اللي سيفتها حاليا، هاي هي حفظناها كجي بي جي على سطح الديسكتوب سطح المكتب. لاحظها هاي هي، بإمكانك انه تقدر انه تحفظها او انه تسيفها. بس احد يقول ليش ما ظهرت الخريطة النتائج النهائية؟ احنا كنا نوعا ما ممكن نصغرها، فنقدر احنا نفسها نرجع لها انه نسوي زوم مو اوت، زوم ان داخلي، راح يظهر لي التشبيك الداخلي والجريد. ف
فأتمنى إن شاء الله تكون محاضرتنا هذا اليوم تستفادوا منها. نلتقيكم بمحاضرات أخرى. دمتم بأمان الله وحفظه.